ملف التعليم اللي هقوله لحضراتكم او خبر اللي هقوله لحضراتكم ده فيه شقين. الشق الاولاني متعلق بالشائعات اللي بتتردد طول الوقت من انه الامتحانات الترم الاولاني بما ان هي خلاص اللي احنا على اعتابها يعني انه الامتحانات هتتلغي لانه في كورونا ولانه في متحور جديد ولانه 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 وهذا الملف يمكن يعني هو دائم التعرض لشائعات كتيره جدا. فبهذا الخصوص الوزاره قالت انه مفيش الغاء الامتحانات الترم الاولاني. طيب فيما يخص بقى بطريقه احتساب الدرجات للامتحانات اللي مش هتتلغي، خدوا بالكم، اكدت الوزاره وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني انه التقييم في الصفوف الدراسيه اللي هي من خمسه ابتدائي لحد ثالثه اعدادي بتعتمد على انه الدرجات اللي هيحصل عليها الطالب في امتحان الترم الاولاني هتكون مكمله لدرجاته في امتحانات الترم الثاني، ومن ثم بيحسب المجموع الكلي للطالب بعد إضافة درجات امتحان الفصلين الدراسيين الأول والتاني على بعض. وقالت الوزارة كمان أنه الهدف من الامتحان مش الحصول على الدرجات في حد ذاتها بل التعلم الحقيقي وتحقيق الطالب لنواتج التعلم والمعرفة. يعني فكرة أنه تحاسب ابنك على أنت جايب الفول مارك أو الدرجة النهائية أو لأ، مش ده أصلاً الهدف من نظام التعليم الجديد. الهدف أنه الطفل فهم إيه، استوعب إيه، ايه اللي هيفضل معاه بعد ما يخلص السنة الدراسية، مش ايه اللي حفظه وراح حطه في ورقة الإجابة، مش ده خالص الهدف من التعلم. فبالتالي طريقة كمان احتساب الدرجات وطريقة التصحيح متوافقة تماما مع فكرة والهدف من التعليم وهو نواتج التعلم بالنسبة للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة. وبما اننا بنتكلم عن انه في امتحانات وعلى انه في طريقة معينة لاحتساب الدرجات، ده بيؤكد نفي او عدم صحه الخبر اللي بيقول انه الامتحانات هتتلغي. ومره ثانيه بقول لحضراتكم وفقا لتاكيدات من وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني انه لا صحه لتاجيل امتحانات نصف العام لعام 2021-2022 اللي هي يمكن اتقالت الاشاعات دي انه بسبب زياده الاصابات بفيروس كورونا. وشددت الوزاره على انه هيتم عقد كل امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحدده وفقا للخريطة الزمنية لهذا العام الدراسي الحالي، واللي من المقرر ان هي تبتدي يوم السبت اللي هيكون موافق 15 يناير المقبل في طبعا العام الجديد 2022. كل سنة وحضراتكم طيبين، وهتكون كمان بعد الاحتفال بأعياد الميلاد. كل سنة وكل المصريين بألف خير يا رب.